المشهد الانتخابي في إقليم كردستان يبدو واضحاً، فقلما تحدث مفاجآت مدوية، وهذا يعود إلى تاريخية نفوذ كل حزب سياسي في المحافظات الثلاث، ولكن هذا لا يعني غياب المنافسة. قسم الإقليم إلى 12 دائرة انتخابية، 4 دوائر في أربيل و5 في السليمانية و3 في دهوك، وتمتلك المحافظات الثلاثة مجتمعة 46 مقعدا في مجلس النواب، 16 مقعدا لأربيل، بينها 11 مقعدا للرجال و4 للنساء ومقعد للمكون المسيحي، و18 مقعدا للسليمانية، بينها 13 للرجال و5 للنساء، و12 مقعدا لدهوك، بينها 8 للرجال و3 للنساء ومقعد للمكون المسيحي. هذه المقاعد في الإقليم يسعى 145 مرشحا للفوز بها، بينهم 96 رجلا و49 امرأة ينضمون تحت مظلة 34 حزبا و5 تحالفات كبيرة، إلى جانب وجود 30 مرشحا مستقلا. فيما يتعلق بالأرقام التي تخص ناخبي الاقتراع العام والخاص، فيوجد في الإقليم أكثر من 3,235,000 يمتلكون بطاقات إلكترونية، بينهم أكثر من 2,373,000 يمتلكون بطاقات بيومترية، و862,000 بطاقة قصيرة الأمد، بينما يبلغ عدد ناخبي المواليد الجدد في محافظات الإقليم حوالي 138,000. أما الناخبون من القوات الأمنية فهناك نحو 225,000، فضلاً عن 309 ناخبين من النزلاء. هذه الأعداد الكبيرة تصوت يوم الاقتراع العام والخاص في 1386 مركز اقتراع و7920 محطة اقتراع.